العاشرة مساء في تلفزيون سلطنة عمان. مشاهدين الكرام، طيب الله أوقاتكم جميعا بكل خير. هذه نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأبرز العناوين. فرسان السلطنة يحصدون المراكز الأولى في ختام منافسات تجوال عمان 2014. اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في أوكرانيا يتضمن الدعوة لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية وإجراء تعديلات دستورية. القوات العراقية تقتل 50 مسلحا وتعتقل العشرات خلال معركة إعادة السيطرة على سليمان بك. 20 جريحا في تفريق قوات الاحتلال لمظاهرة في ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي، وعباس يرفض تصورات كيري للسلام. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الدكتورة بيرليت لويسي حاكمة عام سانت لويشيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتها ولشعب بلادها الصديق التقدم والازدهار. حقق فرسان السلطنة الممثلون بفريقي الصافنات والعاديات المركزين الأول والثاني في نهاية النسخة الأولى من تجوال عمان للخيول عام 2014. المنافسات امتدت على مدار 5 أيام، وبدأت من رمال الشرقية بولاية بدية، وانتهت بمنطقة جديمة بولاية جعلان بني بوحسن بمشاركة 110 فرسان من السلطنة والعالم. رعى فعاليات اليوم الأخير من المنافسات معالي الشيخ سعد بن محمد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية. لحظة وصول الفرسان العمانيين في صدارة المتسابقين في تجوال عمان 2014 حاملين معهم علم السلطنة رسم بصمة إنجاز لفريقي العاديات والصافنات التابعين للخيالة السلطانية العمانية بشؤون البلاط السلطاني، ليتوج في حفل بهيج اشتمل على العديد من الفقرات الفنية واللوحات الجمالية والفنون البحرية التي اشتهرت بها القرى المطلة على بحر العرب. اليوم نحن سعداء بوجودنا معا في المحطة الخامسة والأخيرة في منطقة قديمة بولاية جعلان بني بوحسن، لنحتفل بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه المشاركون خلال الأيام الخمسة المنصرمة التي قضوها برمال الشرقية وقطعوا فيها مسافة 181 كيلومترا. أيها الحفل الكريم، لقد عكست تجربة تجوال عمان للخيول خلال الفترة من 17 إلى 21 ثراء الموروث العماني، وبرهن أبناء الشرقية فيها على كرم الضيافة ونبل الإنسان العماني بطباعه وسجاياه، وليس أدل على ذلك من ذلكم الترحيب العظيم والحفاوة. الخمسة الأوائل حاز على المركز الأول فريق الصافنات من سلطنة عمان، الفريق الثاني فريق العاديات، فريق العاديات هو فريق الأحمر العماني، خصب تيم نمبر 3 فروم فرانس. الفريق الرابع جالورين من فرنسا أيضا. الفريق الخامس نزوة، فريق نزوة أيضا من فرنسا. الحمد لله، من خلال متابعتنا للمرحلة الأخيرة من انطلاقتها صباح هذا اليوم وإلى الآن، وكل الوقفات اللي كانت موجودة، الفرسان من مختلف الجنسيات التقينا بهم، والحمد لله كلهم يعني بسعادة غامرة لتجربة يعني كانت تقريبا بالنسبة لهم جميعا تجربة جدا فيها تحدي وفيها متعة، وكذلك
إعجابهم بالتنوع الكبير في التضاريس اللي مروا بها على الطبيعة الخلابة لعمان من بين الصحاري والكثبان ومشقة والتحدي اللي واجههم، ومن ثم كذلك وصولهم إلى البحر وكان انبهارهم كبير، وكذلك المرحلة اللي هي الأخيرة الآن مشوا أكثر من 20 كيلومتر على الشاطئ، وبالتالي الحمد لله نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا التجوال قدم الصورة اللي ينبغي أن تقدم عن عمان وعن إمكانياتها وطبيعتها الخلابة، وكذلك إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لكل من شارك وساهم سواء من إعلاميين. اللجنة المنظمة كان عندها تحدي كبير ولها كل الشكر والتقدير، وكذلك الجهات المختصة في الدولة لهم كل الشكر والتقدير، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة اللي نقلت وأبرزت هذا الحدث، ونتمنى دائما التوفيق إن شاء الله. هذه المرحلة لها طابعها الخاص، حيث الدهشة التي لاحت في نفوس المشاركين بعد أن لامسوا روعة الطبيعة العمانية وتنوع تضاريسها بانتقال جميل من رمال الصحراء إلى رمال شاطئ البحر. كان ذلك رائعا، اختبرنا العديد من أراضي السباق الفريدة وتجاوزنا العديد من الصعاب، كانت تجربة مهمة للجميع والكل هنا يشعر بالسعادة. اختلاف المشهد زاد من متعة وإثارة المشاركين من مختلف دول العالم. لم تتوقف المتعة عند هذا المشهد فقط، بل ازدان الجمال الطبيعي باستقبال الطيور البحرية للخيول العربية في لغة تألفها الخيول وتزيد من حماستها للسباق. هذا أول مرة حالي إن 5 أيام متواصلة، وكان لنا انظار علينا مسائل طالبين بنتيجة، وإن شاء الله قلنا لهم نحن قد المسؤولية، وإن شاء الله وصلناهم اللي علينا سويناه بكل شيء بنجاح. من أول يوم على 5 خيول، 5 فرسان، 3 فرسان و2 فارسات. الأطفال من سكان المناطق البحرية المتاخمة لمسار تجوال عمان 2014 كانت لهم احتفاليتهم الخاصة في استقبال المشاركين. تناغم جميل بين الطبيعة العمانية وطبيعة سكانها لترسم لنا لوحة فنية في غاية الروعة. أشعر بالحزن في اليوم الأخير حيث سأغادر عمان إلى فرنسا سريعا. لقد استمتعت كثيرا بوجودي في عمان. هنا ارتسمت لحظة الفرح والسرور على محيا المشاركين والمنظمين لتجوال عمان 2014 بعد انتهاء المرحلة الخامسة والأخيرة وختام التجوال لهذا العام. أحمد بن محمد المعمري من منطقة قديمة بولاية جعلان بني بو حسن محافظة جنوب الشرقية. وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش اتفاقا مع المعارضة يهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف ببلاده منذ عدة أشهر. الاتفاق يتضمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإجراء تعديلات دستورية وتشكيل حكومة وفاق وطني خلال العام الجاري. يأتي ذلك فيما صوت البرلمان لصالح العودة للعمل بدستور عام 2004 والذي يحد من سلطات الرئيس، كما وافق البرلمان على مشروع قانون يسمح بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو. قالت الرئاسة الأوكرانية يوم الجمعة إن اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات طارئة استمرت طوال الليل مع رئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش لإيجاد حل للأزمة الراهنة بعد مقتل 75 شخصا خلال يومين جراء أسوأ موجة عنف تعصف بالبلاد منذ عهد الاتحاد السوفيتي. لكن المعارضة لم تؤكد على الفور هذا الاتفاق، فيما وصفت مصادر دبلوماسية المحادثات التي توسط فيها 3 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالصعبة جدا، والأطراف المشاركة هي وزراء خارجية بولندا وألمانيا وفرنسا، ولم تصدر من أحد منهم تعليقات على ما جرى بالمحادثات. ويأمل المسؤولون الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات مبكرة من شأنها إعادة الهدوء إلى أوكرانيا.
هذا وقد شهد البرلمان يوم الجمعة جدالا حادا بين الأعضاء بعد أن أوقف رئيس المجلس مناقشة قرار من شأنه تقليص صلاحيات الرئيس. أرسين ياتسينيوك زعيم المعارضة: العودة الفورية لدستور عام 2004، ونريد ليس فقط قانونا للعفو ولكن قانونا يسقط أي تهم جنائية، ونصر على الإفراج عن يوليا تيموشينكو. وفي إشارة على فقدان الرئيس يانوكوفيتش الدعم في البرلمان، تبنى المجلس في وقت متأخر من يوم الخميس قرارا يحث السلطات على وقف إطلاق النار وسحب قوات الشرطة من وسط العاصمة كييف وإنهاء التحركات ضد المحتجين. وعادة ما كانت المعارضة غير قادرة على حشد أصوات كافية لتمرير قرارات ضد يانوكوفيتش، لكن 34 عضوا من حزب جميع الأقاليم الحاكم صوتوا لصالح القرار. هذا وشهدت الساعات القليلة الماضية غضبا دوليا عارما إزاء أحداث العنف الدموية في أوكرانيا، فالاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين عن العنف محذرا من ممارسة المزيد من الضغوط إذا زاد الأمر سوءا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن هذا سيتزامن مع جهود دبلوماسية عبر التوسط لإيجاد حل سلمي لإنهاء الأزمة. كما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لفرض عقوبات مماثلة. من ناحيته حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو أندروس فوراسموسن الجيش الأوكراني من التدخل في الأزمة، قائلا إن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شراكة البلاد مع الحلف. في العراق تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين، حيث تمكنت قوات الجيش من قتل 47 مسلحا واعتقال العشرات في العمليات التي استمرت لأكثر من 10 أيام في ناحية سليمان بك. في الأثناء شهدت 6 محافظات عراقية مظاهرات مناوئة لرئيس الوزراء نور المالكي. بصورة متسارعة تتغير مجريات الأحداث في العراق، خصوصا ما يتعلق بالشق الأمني منها، حيث قتل وأصيب أكثر من 70 مدنيا في عنف هجوم بقذائف الهوان استهدف سوقا شعبية في قضاء المسيب بمحافظة بابل، استخدمت فيه وللمرة الأولى مواد حرقة ربطت مع القذائف المتساقطة. الحرب اللي يخوضها تنظيم القاعدة حرب غير نظيفة. كيف كانت حرب غير نظيفة؟ لأنها تجاوزت الخطوط والمعاهدات والمواثيق الدولية، واستخدمت هذه الجهة في حربها على الشعب العراقي الإبادة الجماعية بدون تمييز. أما الأوضاع في مناطق غرب العراق فقد شهدت بحسب الحكومة المحلية للمحافظة تطورا جديدا تمثل بانسحاب قطاعات الجيش من معظم خطوط التماس العسكري المباشر مع تنظيم داعش وفقا لمبادرة لحل الأزمة تم الاتفاق عليها. تطورات ومبادرة نفى مستشار رئيس الحكومة أي علم له بتفاصيلها، فيما لم يؤكدها المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع التي قتل وأصيب عدد من جنودها بانفجار سيارة مفخخة إلى الشرق من الرمادي. أما في الفلوجة فقد اندلعت اشتباكات عنيفة جدا بعد ساعات هدوء وصفت بالنسبي. هنالك انشقاق بالمجتمع الأنباري اللي هو الآن هو الحاضن لهذه المعارك ولهذه المواجهات. في تصوري نحن بحاجة إلى جو من التهدئة ثم يصار إلى فتح كل الملفات لوضع رؤى وتصورات لحلها. الجهد الآن ينصب على التهدئة، على احتواء الأزمة، على إيصالها إلى نهاياتها الحميدة غير المتشظية، ثم يصار إلى معالجة الملفات الأساسية التي تخص المنطقة وأيضا تخص مجمل العملية السياسية في العراق. المعارك والقتال في العراق لم يقتصر على غربه فقط وإنما في الشمال أيضا، إذ أعلنت قيادة عمليات دجلة تأمين الحدود المشتركة بين محافظة ديالى وصلاح الدين من جهة ناحية سليمان بيك كاشفة إطلاق طائرات مسيرة لتعقب مسلحي داعش الذين قتل أكثر من 60 منهم بحسب إعلانات رسمية حكومية. رغم إعلانه الانتصار في معركة سليمان بيك، ما زال الجيش العراقي يطارد عناصر القاعدة أو ما يعرف بتنظيم داعش داخل وخارج حدود المدينة. لتلفزيون سلطنة عمان، ناغم التميمي، بغداد.
أعلن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري جونيلين أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قرار أممي بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وسيتم طرحه للتصويت صباح غد السبت. وتنص المسودة المدعومة من الدول الغربية والعربية إلى إنهاء العنف ضد المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وكذلك تخصيص فقرة لاستخدام القوة في حال عدم الامتثال. وتدعو المسودة إلى رفع الحصار عن عدة مناطق بما في ذلك مدينة حمص القديمة وحلب ودمشق من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على مساعدات غذائية ودوائية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا والصين الحليفتان لسوريا ستؤيدان القرار أم لا. ميدانيا، قتل 8 عناصر من القوات السورية وأصيب 20 آخرون بجروح في 3 تفجيرات متزامنة نفذها انتحاريون قرب السجن المركزي في حلب. من جانب آخر، قتل 18 شخصا من قوات المعارضة خلال اشتباكاتهم مع القوات الحكومية في محافظة حمص. يأتي ذلك فيما أعلن محافظ حمص طلال البرازي أنه تم تسوية أوضاع نحو 38 مدنيا قد تم توقيفهم لدى خروجهم من مدينة حمص القديمة، فيما لا يزال نحو 200 شخص ينتظرون البتة بتسوية أوضاعهم في مراكز التوقيف. الله أكبر. تبشير لداعش دخل. نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من هجوم استهدف القصر الرئاسي في مقديشو اليوم، وأدى إلى سقوط 14 قتيلا، واقتحم نحو 10 مسلحين من حركة الشباب المعارضة المجمع الرئاسي بعد تفجيرهم سيارة مفخخة قرب مدخل المجمع قبل أن يشتبكوا مع قوات الحراسة الرئاسية. يأتي الهجوم على القصر الرئاسي بعد أسبوع من اعتداء كبير آخر على العاصمة الصومالية تبنته أيضا حركة الشباب، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف قافلة للأمم المتحدة في مدخل مجمع مطار مقديشو. أصيب 20 فلسطينيا عندما فرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة مظاهرة لفلسطينيين في الذكرى السنوية 20 لمذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية. من ناحية أخرى، رفضت السلطة الفلسطينية تصورات لعملية السلام مع إسرائيل عرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعهما في باريس. الضغوطات الكبيرة التي يمارسها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلى القيادة الفلسطينية من أجل تقديم تنازلات بهدف التوصل إلى إقرار اتفاق الإطار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبيل نيسان المقبل، إنما تعكس وبشكل واضح تبني الولايات المتحدة الأمريكية للمطالب الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بقضيتي الترتيبات الأمنية في غور الأردن والاعتراف الفلسطيني بيهودية إسرائيل كدولة. المواقف الأمريكية كلها وطيلة مسيرة المفاوضات هي نسخة حرفية غير معدلة للأسف من المواقف الإسرائيلية. كيري يحمل مطالب نتنياهو بإبقاء الجيش الإسرائيلي مسيطرا على الضفة بحجة حماية حدود غور الأردن. كلنا يعرف أن الحروب الحديثة يعني لا تجري بهذه الطريقة، وليس ثمة حاجة لوجود بدني وجسدي للجيش الإسرائيلي لحماية الحدود. الترتيبات الأمنية في غور الأردن لا زالت تشكل نقطة خلاف كبيرة بين المتفاوضين. القيادة الفلسطينية ترفض وبشكل قاطع أي تواجد للجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية، وفي الطرف الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض وبشكل قاطع أي تواجد عسكري لغير جيش الاحتلال، فيما تتعالى أصوات اليمين المتطرف في إسرائيل بضرورة تعزيز الاستيطان في الأغوار، كما ويرفض الفلسطينيون وبالشكل القاطع أيضا ما تصر عليه إسرائيل من اعتراف فلسطيني بيهوديتها كدولة. ويؤكد الفلسطينيون هنا بأن القدس واللاجئين والحدود قضايا ثابتة لا يمكن التنازل فيها. الخارطة الحاكمة في إسرائيل هي خارطة اليمين القومي، اليمين المتطرف القومي والديني، وبالتالي برنامجه هو برنامج استيطان توسعي استعماري على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه. هذا برنامج أرض إسرائيل الكاملة الذي يقصد به يهود والسامرة، أقصد الضفة والقدس.
ولم يكن احتدام المواجهة على الأرض أقل منها سياسيا، فاعتقل اليوم جنود الاحتلال 5 فلسطينيين في مدينة الخليل، وأصابوا 13 آخرين بجروح خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قادرون بوحدتنا، والتي دعا لها تجمع شباب ضد الاستيطان ولجنة الدفاع عن الخليل في الذكرى 20 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. وفي مخيم الجلزون شمال رام الله أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز والرصاص المطاطي باتجاههم. بالأمس في طول كرم وأيضا في منطقة الأغوار على حاجز طورة في جنين، نحن يوميا نشهد مواجهات متصاعدة في مواجهة الاحتلال والاستيطان والمستوطنين. هنا يرى المراقبون بأن الموقف الأمريكي الذي يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية على حساب الحق الفلسطيني إنما هو تشجيع لإسرائيل للمضي في سياستها الاحتلالية. راني عريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. إذن نشرتنا لا زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. قرية الصوع بولاية الرستاق حياة بسيطة ومنجزات بين أحضان الجبال. فرسان السلطنة يحصدون المراكز الأولى في ختام منافسات تجوال عمان 2014. اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في أوكرانيا يتضمن الدعوة للانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية وإجراء تعديلات دستورية. القوات العراقية تقتل 50 مسلحا وتعتقل العشرات خلال معركة إعادة السيطرة على سليمان بك. سعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية يؤكد مساندة السلطنة للجهود الدولية للحد من مخاطر تلوث البيئة البحرية. أهلا بكم من جديد. السلطنة تساند الجهود الدولية للحد من مخاطر التلوث في البيئة البحرية الصادرة من حركة الناقلات التي تجوب بحار ومحيطات العالم من خلال تفريغها لمياه التوازن. هذا ما أكد عليه سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية في لقاء حصري لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. السلطنة تولي عناية خاصة واهتمام أساسي لحماية البيئة ومواردها الطبيعية بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص. والبيئة البحرية على المستوى الدولي تتعرض لكثير من التهديدات والمخاطر، مخاطر التلوث الصادرة من حركة التجارة والناقلات بشكل عام، سواء كان ناقلات تجارية أو ناقلات نفط التي تجوب بحار العالم ومحيطاته. هذه الحركة شكلت كثير من المخاطر مثل ما ذكرت على البيئة البحرية وعلى ثرواتها وتنوعها البيولوجي. ومن هنا يأتي دور السلطنة مسانداً للجهود الدولية
في الحد من هذه المخاطر، من هذه من هذا التلوث. هناك إجراءات تتبعها هذه الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مثل البحرية السلطانية وأيضا سلاح الجو وشرطة عمان السلطانية خفر السواحل وإلى كثير من الجهات المعنية في هذا الاتجاه بالمراقبة، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة. كما تعمل الوزارة على تنفيذ مواقع استقبال مياه التوازن، وهذه مهمة جدا. يعني وصلنا لإجراءات اختيار الشركات التي سوف تقوم بإذن الله تعالى على تنفيذ مثل هذه المواقع، والمواقع مقترحة موجودة، يعني تم الاقتراح المواقع لاستقبال مياه التوازن. وزارة القوى العاملة تخطط لإجراء 10 دراسات جديدة للظواهر في سوق العمل خلال هذا العام والعام القادم. أعلن ذلك الإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة. هناك ظواهر كثيرة في سوق العمل، وبالتالي هذه الظواهر يعني لابد أن تواكبها نوع من الدراسات. الوزارة لديها دائرة للتخطيط والدراسات تتبع هذه المديرية العامة للتخطيط والتطوير. خلال الفترة الماضية هناك أهم ثلاث دراسات حقيقة، يعني ربما أقول لك دراسات ميدانية أيضا أجرتها هذه الدائرة المعنية، هي ما أذكر منها دراسة ذوي الإعاقة، وهناك أيضا مشتركة طبعا هذه بالتعاون مع الإخوان في وزارة التنمية الاجتماعية. والدراسة الثانية مثل ما نعلم أن هناك من عام 2011 كانت أيضا نسبة الاستقالات وإنهاء الخدمة بالقطاع الخاص مرتفعة نوعا ما، وربما أيضا كان هناك أيضا حديث حول هذا الموضوع بأن من هي خدماتهم في عام 2012 كان يعني الأقل، عفوا، من هي خدماتهم أكثر من المعينين بالقطاع الخاص. والدراسة الثالثة طبعا هي بلاغات الهروب أو ترك العمل، أيضا كان هناك ظاهرة، هذه الظاهرة أيضا تحولت يعني لكثرة ترك العمل لدى القوى العاملة الوافدة. لدينا الآن ما يقارب 10 دراسات خلال هذه السنتين 2014 و2015، وهو قبل نهاية الخطة الخمسية الثامنة الحالية. هذه الآن في مرحلة وضع التصور لكل دراسات، وأكد لك أن جميع هذه الدراسات لها علاقة بسوق العمل. يمثل معرض الوثائق والصور الذي أقيم على هامش المؤتمر العالمي حول الدور العماني في وحدة الأمة الإسلامية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يمثل نموذجا لعرض تجربة السلطنة ودورها الحضاري في الوحدة، وذلك عبر عرض مجموعة من الوثائق والكتب والمخطوطات. التقرير التالي يأخذنا في جولة عبر أقسام هذا المعرض. مخطوطات تعود لمئات السنين، تأخذ الزائر في رحلة تاريخية ليتعرف من خلالها على تاريخ وثقافة عمان على مر العصور. حوالي 100 وثيقة حواها المعرض، تنوعت مواضيعها واختلفت تواريخها، لكنها تركز في مجملها على موضوع الدور الذي لعبته عمان قديما وحديثا في وحدة الأمة. المعرض يعكس التعايش الحضاري في عمان قديما كما هو في عمان حاضرا. عمان قديما يحضرني الإمبراطورية العمانية المترامية الأطراف، بدءا من الشط الآسيوي مرورا بعمان ومجاورها إلى الشط الإفريقي. أعرض نموذجا الوثيقة التي هي أمامنا الآن، تعكس عن بعد الجهود العمانية في وحدة الأمة، الجهود العمانية، الجو السائد في عمان في وحدة الأمة. هذه المخطوطة هي مخطوطة في الفقه الإباضي، ناسخها شيعي صحاري، ونسخت لعالم شافعي. هذه المخطوطة تعكس التعايش التاريخي في عمان كما هو حاصل الآن. رائع جدا، وأنا سعيدة كوني عمانية وأدرس في هذه الجامعة أن أرى مثل هذا المعرض لتبادل الثقافات، ويعرف العالم أجمع وليس ماليزيا فقط. كون هذه الجامعة ما شاء الله تجمع ثقافات عديدة من كل دولة بالتراث الإسلامي الثقافي العماني، ويصبح معروف لدى الجميع. يحتوي المعرض على 4 أقسام:
هنا عرض لمجموعة من الكتب والمؤلفات العمانية تصل لحوالي 100 كتاب تحمل حوالي 40 عنواناً تتنوع بين الدينية والتاريخية والثقافية وغيرها. كل ما يوجد في هذا المعرض مهم جداً، فبالنسبة لي كباحث أرى بأن هذه المخطوطات وهذه الكتب المعروضة فتشكل يعني محطة مهمة لقراءة الماضي، لقراءة الماضي أي ما قام به الأوائل من حيث الإنجاز الحضاري سواء في يعني الدول العربية بشكل عام أو ما قامت به أو ما حدث في عمان، فكلها لها أهمية بالغة من حيث تأصيلها وتأريخها لهذه الأحداث اللي وقعت في هذه المرحلة. ركزنا في المعرض لإبراز التاريخ والتراث العماني المساهمة كبيرة في وحدة الأمة عن طريق الرسائل والمخاطبات والوثائق التي حاولت أن تلم شمل الأمة. معرض عمان والوحدة الوثائق والصور يساهم في استنطاق الموروث الفكري العماني ودور المدرسة الفكرية العمانية في حل قضايا الأمة على مر العصور. هذه مخطوطة تعود إلى عام 237 للهجرة، تعتبر من أقدم المخطوطات هنا في هذا المعرض الذي يعرف بسلطنة عمان تاريخا وحضارة بالإضافة إلى الدور العماني في وحدة الأمة. منصور بن ناصر السعدي، موفدو تلفزيون سلطنة عمان، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. في إطار تعزيز صحة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، بدأ تشغيل مركز فرق الصحي واستقبال المراجعين من قاطني القرية والقرى المجاورة، حيث يخدم هذا المركز 16 قرية وتجمعا سكنيا، ويعتبر مركز فرق الصحي إضافة مهمة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية. مركز فرق الصحي بنزوة ينضم إلى قائمة المؤسسات الصحية بمحافظة الداخلية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية الأولية، فيخدم المركز 16 قرية وتجمعا سكانيا والتي يقطنها حوالي 18,000 نسمة من السكان. ما يميز هذا المركز أنه تصميمه مختلف عن باقي المراكز الصحية، بحيث أنه يعني صمم بالنمط الحديث، هناك إضافات لبعض الغرف والأقسام، كذلك تم تأهيله وتجهيزه بأحدث الأجهزة فيما يخص جهاز يعني انضبط حصب الآلي الذي هو الحين في الوزارة هو 3+ أصبح يعمل في هذا المركز. كذلك هناك أجهزة متطورة للأشعة ولخدمات أيضا المختبر. مع بدء تشغيل المركز فإنه سيخفف العبء على المراجعين الذين يتوجهون حاليا إلى مجمع نزوة الصحي، وأيضا سيخفف من كثافة المرضى المراجعين على المجمع الحالي. مركز فرق الصحي يشتمل على خدمات ومرافق متعددة لتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات التحصين والتثقيف الصحي وعيادات خارجية عامة للرجال والنساء وأشعة وعيادات أسنان وصيدلية وقسم للسجلات الطبية، إضافة إلى المختبر وعيادات التغذية. مركز فرق الصحي بولاية نزوة وفي المرحلة المقبلة سيكون مركزا لتدريب الأطباء في مجال الرعاية الصحية الأولية على مستوى محافظة الداخلية. يعقوب بن خلفان دابي من ولاية نزوة محافظة الداخلية. شارع مطرح البحري الوجهة السياحية المهمة لزوار محافظة مسقط من داخل وخارج السلطنة، وينتظر هذا الشارع التطوير الشامل بتحويل ميناء سلطان قابوس إلى ميناء سياحي ليستقطب الزوار من مختلف وجهات العالم. كاميرا الأخبار زارت الشارع البحري بمطرح لتعكس جمال المكان التاريخي في التقرير التالي. روعة المكان وحداثته تنسجمان مع عبق التاريخ في عناق بين الماضي والحاضر. مطرح، المدينة بكل جمالياتها تعانق البحر كوجهة سياحية تستهوي الآلاف من زوار السلطنة لتكون محطة أساسية في جولاتهم في أرجاء عمان. I see in Oman is the really good
إنما ألحظه في عمان هو مزيج من الحداثة والثقافة، وقد نجحت عمان في مزج هذين الشيئين بصورة جيدة، وأنا أرجو أن يوفر مرفأ خاصا بالسفن الإبحار. إنه من المؤسف عدم تواجد مرفأ للإبحار في هذه المنطقة، حيث أنها جزء مهم من مسقط ويقتصر وجوده في الموج. شارع مطرح البحري المتناغم مع زرقة مياه بحر عمان يستقطب العديد من الزوار من داخل وخارج السلطنة، فيما تحلق أنواع الطيور المهاجرة في سماء المدينة، والعديد من أسرابها تحط الرحال على ضفاف هذه الشواطئ الهادئة، راسمة لوحة جمالية تضفي على المكان ارتياحا للمتأمل في هذا المنظر الجميل. We like the Corniche, it's very beautiful. We found that Oman is the لقد أعجبنا الشارع البحري كثيرا، ونحن نعتقد أن عمان هي إحدى الأماكن الجميلة المناسبة للسياحة، حيث أن هذا الشارع يشبه الموجود في جنيف. الشارع البحري بمطرح ينتظر مزيدا من التطور بعد تحول ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، وتطوير المنطقة السياحية بجانب قلعة مطرح، وإنشاء مجموعة متكاملة من الفنادق والخدمات المتنوعة التي تسنح للزائر الاستمتاع بالمناظر التي تحتويها هذه المدينة التاريخية. هذه هي المرة السادسة لنا في عمان، وبالتحديد في شانغريلا، وأنا لدي أصدقاء عمانيون يعملون في دار الأوبرا السلطانية، حيث أعجبتنا السياحة هنا كثيرا، ونأتي في أيام العطل هنا سنويا. أنا من فرنسا، وهذه أول مرة لي في مسقط، ولقد أحببت كثيرا هذا المكان المرتب والنظيف، حيث يوجد البحر والقوارب والبيوت الجميلة. وما يميز هذا الشارع أيضا وجود سوق مطرح بمخزونه التراثي التاريخي وأدواته التي تجمع بين روح الأصالة المعاصرة. شارع مطرح البحري يجمع ما بين الأصالة العمانية والواجهة الحضارية، وبتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي سيستقطب هذا الشارع المزيد من السواح من مختلف أنحاء العالم لما سيكون به من مقومات سياحية وتنموية. خالد بن سعيد العبري، مسقط. نظمت المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار بالتعاون مع أهالي نيابة حاسك والجهات الحكومية نظمت حملة تنظيف أحد أوديتها التي يتوافد عليها السياح، وخاصة بعد افتتاح مشروع طريق حاسك الشويمية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بهدف تحويل خور وادي زناك بنيابة حاسك إلى وجهة سياحية نظرا لما يتمتع به من مفردات طبيعية تتمثل في طول الخور الذي يمتد من محاذاة الشاطئ إلى منتصف الوادي، بالإضافة إلى أشجار النخيل التي تنمو بكثافة على ضفافه الهادئة والتنوع الإحيائي في هذا الخور، الأمر الذي حدا بالمديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار لتنظيم حملة لإزالة المخلفات وصعف النخيل المتساقط وما يخلفه مرتادو المكان من أكياس بلاستيكية وعلب معدنية وغيرها من المخلفات التي تشوه جمال المكان. شاركنا معهم لأنها احنا جزء من هذا المكان، جزء من المنطقة، حيث نجمل المنطقة ونساعد على السياحة المحلية. وهذا موقع جميل، هو وادي زنيق، يعني يعتبر من المواقع المتميزة في المنطقة. بلدية نيابة حاسك ومكتب نائب الوالي وطلبة المدارس المتطوعين وشركة جلفار المنفذة لطريق حاسك الشويمية شاركوا جميعا في هذه الحملة لتطوير المكان الذي يعد موقعا سياحيا مهما، كونه يقع بالقرب من الطريق الرئيسي الذي يربط نيابة حاسك بولاية شليم وجزر الحلانيات. في عدة جهات متعاونة معنا مشاركة، فمثل من هذه الجهات مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، مكتب محافظة ظفار، بالإضافة إلى مكتب والي سدح ممثل بمكتب نائب والي سدح بنيابة حاسك،
ومركز الخدمات البلدية بالنيابة، بالإضافة إلى الفريق التطوعي بمدرسة القادسية للبنين، وأيضا مشاركة من الشركة المنفذة الطريق الشوامية حاسك الشوامية وهي شلقة جلفار الهندسية. نحن طلاب مشاركة في أعمال تطوعية في يعني حاسك أو ولاية السدة في ترميم المكان وإعادة تنظيفه. خور وادي الصناك لم يكن الوصول إليه بالأمر السهل في السنوات الماضية إلا عن طريق البحر، وبفتح مشروع طريق حاسك الشوامية أصبح بإمكان الجميع الاستمتاع بهذه المحطة السياحية التي رأت النور في ظل المشاريع التنموية الهادفة التي شهدتها محافظات السلطنة بشكل عام. بالنسبة لهذا المكان، أولا كان أول ما يوجد طريق لهذا الأماكن كان عن طريق البحر، الناس توصل إلى هنا، والآن بافتتاح الطريق سهل على الناس أشياء كثيرة للوصول إلى هذا المكان وتدفق السياح إلى المكان نفسه. فارتئينا أن نطور هذا المكان وننظفه بحيث يكون بشكل جميل ولائق. بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية بولاية سدع، نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار هذه الحملة لتنظيف وتجميل خور وادي الزناك الذي يعد من المواقع السياحية الهامة بنيابة حاسك. لتلفزيون سلطنة عمان، سالم بن بخيت العامري، محافظة ظفار. فلج الفرسخي بولاية المضيبي نظام ري تقليدي جسد أروع صور الترابط بين الأرض والإنسان. اهتمام الإنسان العماني به جعله رمزا من رموز العطاء المستمر وقصة حياة تروي الأرض بماء متدفق لا ينضب. الفلج قصة حياة يروي تفاصيلها ذلك الإنسان العماني الذي ارتبط بالأرض ارتباطا وثيقا فجعل منها مخضرة بنظام ري تقليدي، فتدفقت مياه ذلك الفلج عبر ساقيته تروي أشجار النخيل والأشجار المثمرة الأخرى، فكانت تلك العلاقة الحميمية ما بين الأرض والإنسان، والتي وطدها ذلك الفلج بعدما أحيا في النفوس مشاعر تلك الصورة الجمالية للأرض بعد أن رويت بمياه فلج أحياها من جديد. صورة جمالية أخرى تنعكس على محيا هذا الفلج، فنظام الري به له من الخصوصية الكثير، إنها صورة ذلك المزارع العماني الذي أبى الابتعاد عن أرضه ليجعلها أرضا نضرة تنطق بالحياة، فشمر عن ساعديه فرسم لوحة مجتمعية رائعة، فسعى جاهدا لتوزيع مياه ذلك الفلج بين جنبات أرضه يسقي تلك المزروعات والأشجار التي أثمر بعضها ثمارا يانعة، في حين يبقى لبعضها الآخر موعدا مع موسم الإثمار. عنك الفلج عنك مثل العود اللولي، الشياب اللوليين حيد لأثار، حيد لعشر، حيد لعشرين، حيد لنص أثار، ما حد عارفه عنك، كل حد بنبومه، كل حد مياه، كل حد مياه عنك، ما نقول بيقعدوه ولا شيء، غير شغل بيده غير وشغل زيادة غير. الفلج من جديد ينساب في لوحة طبيعية أخرى، ولكن هذه المرة مع هذه الصورة الطفولية الرائعة، فأطفال هنا يداعبون مياه هذا الفلج وينظرون إليه بنظرة الجيل المحافظ على أرضه، وأطفال هناك ينظرون في عزة وشموخ إلى قمم أشجار النخيل الباسقات وهم بصحبة ذلك المزارع العماني الذي عاهد نفسه على زراعة أرضه وترسيخ جذور زرعه لكل من ارتبط بها، لتبقى قصة الأرض والإنسان عنوانا مشرفا لأبناء عمان. إنها مياه فلج الفرسخي بولاية المضيبي، هذا الفلج الذي ينساب بين ساقيته ليسقي الكثير من الأشجار والمزروعات بمزارع المواطنين بهذه الولاية. سعيد بن سيف الحبسي، ولاية المضيبي، محافظة شمال الشرقية. ومن فلج الفرسخي إلى أهم الأخبار الاقتصادية والزميل علي محمد صار. النشرة الاقتصادية برعاية أنا أقدم.
أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. شكرا لك سليمان على هذه الحزمة من الأخبار المنوعة. مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي والبداية من أبرز العناوين. مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يسجل تراجعا طفيفا ليستقر عند 7166 نقطة. أهلا بكم. بعد أن شهد عمليات جني أرباح وبقيادة قطاعي المال والصناعة، سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا طفيفا خلال أسبوع ليستقر عند 7166 نقطة بحجم تداول جاوز 49 مليون ريال. شهد الأسبوع عمليات جني أرباح متوقعة، خاصة مع اقتراب موسم توزيع الأرباح المتوقعة خلال الأسابيع القادمة، حيث ما زال متوسط أحجام وقيم التداول أقل من المعدل، الأمر الذي يعزى إلى عمليات واقتناص فرص من قبل مديري الصناديق والمستثمرين في ظل انتهاء موسم النتائج. سجل السوق تواجد واضح للاستثمار المؤسسي الأجنبي، ولوحظ أيضا انتقائية في الشراء لعدد من أسهم السوق. ما زال السوق يتأرجح حول مستوى 7160، حيث تبقى النظر الفني لاتجاه العام السوق إيجابية على المدى المتوسط والطويل. فنيا ما زال المؤشر يتأرجح حول مستوى 7160 نقطة، والتي يشكل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، حيث للمؤشر مستوى مقاومة عند 7200 نقطة، ومن المتوقع الوصول إليها خلال فترة متوسطة طويلة الأجل، في حين الفترة القصيرة القادمة من المتوقع أن يتعرض المؤشر لضغوط بيعية نظرا لتوزيعات الأرباح. تحركات المستثمرين في هذه الفترة مبنية على قرارات إعلان الشركات عن التوزيعات المقترحة، وعمليات الأسهم في السوق سوف يكون مبنية كذلك على تلك الأسهم، ومع استمرار الشركات المدرجة الإعلان عن التوزيعات التي من شأنه أن يتفاعل سوق مسقط مع تلك الأرباح. لتلفزيون سلطنة عمان، سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. تراجعت أسعار خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى 110 دولارات أمريكية للبرميل، متجها إلى أعلى إغلاق أسبوعي لهذا العام. وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أبريل 16 سنتا ليصل إلى 110 دولارات و14 سنتا للبرميل، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع يوم الأربعاء، مسجلا 110 دولارات و82 سنتا، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم شهر أبريل 12 سنتا لتصل إلى 100 دولارين و63 سنتا للبرميل. وإلى تراجع آخر، ولكن إلى تراجع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن ارتفعت حوالي 1% في الجلسة السابقة، متجها لإنهاء الأسبوع بلا تغيير يذكر بعد أسبوعين من المكاسب. ولامس الذهب أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضي يوم الثلاثاء، حين بلغ أكثر من 1300 دولار أمريكي للأوقية، بعد أن ارتفع أكثر من 4% الأسبوع الماضي، مسجلا أكبر مكسب اقتصادي منذ منتصف شهر أغسطس الماضي. وضمن أخبارنا أيضا، شركة جوجل الأمريكية تكشف عن مشروع للخرائط الداخلية ثلاثية الأبعاد ولكن للهواتف الذكية. المشروع يحمل اسم تانجو ويهدف إلى توفير خدمة مسح أفضل للأماكن التي يصعب مسحها بالوسائل التقليدية. كشفت مجموعة جوجل الأمريكية مشروعا للخرائط الداخلية الثلاثية الأبعاد موجها للهواتف الذكية يحمل اسم تانجو، يهدف إلى مسح أفضل للأماكن التي يصعب مسحها بالوسائل التقليدية. وتوضع هذه البرمجية على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ومجهز بلواقط كثيرة تسمح له بالتوصل إلى خريطة بالأبعاد الثلاثية، ويمكن للجهاز أن يقوم ب1.4
مليون قياس ثلاثي الأبعاد في الثانية من أجل مسح تكوين البيئة المحيطة بالمستخدم. وسألت جوجل على صفحة إطلاق هذا المشروع: ماذا لو تمكنتم من أخذ قياسات منزلكم وأنتم تتنزهون في الجوار بواسطة هاتفكم قبل الانتقال لشراء الأثاث؟ وهذه التكنولوجيا قريبة من تلك التي تصممها برايم سنس، وهي شركة ناشئة اشترتها أبل وتقف وراء نظام كينيكت لمايكروسوفت القادر على رصد الحركة. مشاهدينا، ختاما عودة إلى الزميل سليمان الكيومي. وكل شبر في السلطنة بتنوعها الجغرافي وتميزها يعتبر متفردا. التفاصيل مع الزميل سليمان، أما الموجز الاقتصادي فقد انتهى. النشرة الاقتصادية برعاية أقدم لعائلتي دائما شهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. شكرا لك علي. جمال الأودية وارتفاع الجبال عندما تعانق منجزات النهضة تكتمل فيها معاني الحياة، ويتساءل الزائر عن عظمة الإنسان العماني الذي يعيش في تلك الأماكن. التقرير التالي من قرية الصوع بولاية الرستاق يعكس لنا جانبا من ذلك الجمال في الحياة التي تنفرد بها قرى السلطنة. الصوع قرية في جبال وادي السحتن بولاية الرستاق، لها سحر عجيب وطمأنينة وراحة بال، حيث تخضر الأشجار وللنفس شغف بهذه الأجواء الجميلة. منظر من فوق التلال يعلو على الظلال الوارفة بعيدا عن الإسمنت وضوضاء المدينة. هذه القرية على الرغم من خشونة التضاريس إلا أنها حظيت بمنجزات حكومية بين أحضان هذه الجبال، اندمجت بمنظر جمالي مع النسمات الناعمة للقرية: مساكن اجتماعية، خدمات ضرورية، اتصالات وكهرباء ومياه. أنا من 20 سنة هنا سكننا. الأولاد يروح المدرسة كل يوم؟ نعم، كل يوم يروح أولادنا. ارتفاع يكسب القرية روعة المكان وجمال الطبيعة التي تنبض بها الحياة في تلك الجبال. مسجد يبهر الزائر لأول مرة في طريقة بنائه. الإنسان الذي يعيش في هذه القرية تغلب عليه العادات والتقاليد التي أخذها من الآباء والأجداد، يتجلى ذلك في مظهر بعضهم، كما أنه عادة ما يكون جم الخلق طلق المحيا غزير الحياء، والنخلة لا زالت تحظى بمكانتها لديهم. نغول وهذا شيء قليل أقصاب نغول. إيه بديتوا تنبتوا؟ هي بعدين تو نبت، لأن سيل تو ما يتنبتن. أغلب الأبناء في قرية الصوع يذهبون صباحا إلى المدرسة حتى تبقى ملفات ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم في أدراج الحياة. أنا من أبناء قرية الصوع، أسكن في البيوت الحديثة، أدرس في الصف 11-1، وفي أوقات العصر نجي نقضي مع الأهل في المزرعة. بعد العودة من المدرسة يستمتعون بالعمل مع آبائهم في القرية، ومساء بمشاهدة البرامج عبر القنوات المرئية، ثم الاهتمام بالواجبات المدرسية. نروح الصباح المدرسة ونرجع المساء، ونروح عصر يعني نبي أنا وأولاد الجيران نروح المزرعة، والمساء نحل واجبات ونشاهد التلفاز. هذه هي قرية الصوع التي تزينها الأشجار على طول الوادي،
قراءة في دفتر الماضي الذي نأخذ منه آمال الحاضر والمستقبل. يعقوب بن سليمان المعمري، قرية الصوع بولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. وعمان كلها عنوان للجمال. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين: فرسان السلطنة يحصدون المراكز الأولى في ختام منافسات تجوال عمان 2014. اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في أوكرانيا يتضمن الدعوة لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية وإجراء تعديلات دستورية. القوات العراقية تقتل 50 مسلحا وتعتقل العشرات خلال معركة إعادة السيطرة على سليمان بيك. سعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية يؤكد مساندة السلطنة للجهود الدولية للحد من مخاطر تلوث البيئة البحرية. أطيب المنى وفي أمان الله.